أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقة جديدة من بروفايلك في النسخة الثانية من برنامج حياتك، معي أنا هاني النزي وضيوفي الدائمين علي الغامدي ووليد الشمري وضيفنا أيضا الأستاذ محسن بن تركي. حياكم الله شباب. الله يحييك ويبقيك ويبارك فيك ويصبح عليك وعلى السادة المشاهدين. طيب حنا ببالغ الأسى والحزن نعزي إبراهيم عواد في وفاة والده، ومعنا على الهاتف رئيس مجلس إدارة القناة ومالكها الشيخ عبد العزيز العريفي. الشيخ عبد العزيز حياك الله. الله يحييك اخوي هاني، اولا اني اعزي اخونا ابراهيم عواد في وفاة والده، واعزي اسرته وجماعته، والحقيقه ما حصل اليوم تصرف غبي واحمق من المتسبب في هذا الحدث. مشاعر الناس محل احترام عندنا، الطريقة اللي تمت فيها عملية إبلاغ المشاهد على الهواء غير مقبولة، وأنا شخصيا غير راضي عن هالأداء، وإن كان المتسبب قصد أو غير قصد هذا ضرر عظيم على القناة وتصرف أحمق ولا يقبل، وسأتخذ قرارات حاسب كل من تسبب في هذا الموضوع. وأعتقد أني بلغتكم قبل شوي في إيقاف المشرف عن الفترة وإيقاف المسؤول عن الإعداد في هذا الموضوع، وعمل تحقيق كامل عن المتسبب حتى يتم فصله بشكل نهائي. لن نقبل من لا يدرك عواقب الأمور في قناة بداية، وهذا الكلام أقوله وأعنيه. فأرجو أنكم جميعا تكونوا مسؤولين عن تصرفاتكم وعن كل ما يعرض في القناة. جميل، وشكرا لكم. يعطيك العافية الشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية ورئيس مجلس الإدارة، يعطيك العافية يا شيخ. شكرا لك، بس ترى أنا مستاء جدا، شكرا لكم. يعطيك العافية محمد، كلنا مستائين من الخبر ومن طريقة نقله، خطأ غير مبرر أبدا. كل التعازي لأخونا إبراهيم في وفاة والده، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لوالده ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. في بيان صدر عن القناة فيها بهذا الخصوص، يطلع معي على الشاشة البيان عشان أقرأه. تتقدم قناة بداية بخالص العزاء والمواساة للمتسابق إبراهيم عواد وأسرته الكريمة في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته، وانطلاقا من حرص قناة بداية الفضائية على علاقتها بجمهورها الكريم، تود إدارة القناة أن توضح تفاصيل ما حدث بشأن إعلان خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم عواد على الهواء بشكل مباشر، وتؤكد القناة أن ما حدث كان اجتهاد شخصي من مشرف الفترة وأحد المعدين، ولم يكن لإدارة القناة أي اطلاع مباشر على هذه الحالة أو الرجوع لها في طلب الإذن. وقد لاحظت الإدارة الموقف خلال البث، ثم قامت بالتدارك والخروج لفاصل تلفزيوني بشكل مباشر، كما تؤكد إدارة قناة بداية حرصها الشديد على عدم المساس بالمشاعر الإنسانية ووجوب تقديرها في كل محتويات التي تقدمها القناة. ولذا فإن القناة سوف تقوم بإيقاف معد الفترة وإيقاف مشرف الفترة والتحقيق معه في الأمر ليتم فصل المتسبب، وسوف تكف أيديهم عن العمل في القناة بعد وضوح ملابسات الحالة. سائلين المولى عز وجل، أو سائلين العلي القدير، أن يغفر أو يرحم الفقيد ويحسن عزاء أهله ومحبيه. إدارة قناة بداية، هذا البيان صدر الآن من القناة. علي الغامدي، نقول نعزي صديقنا أخونا إبراهيم عواد في وفاة والده، الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله يا رب. وما حدث هو خطأ بشري وخطأ من شخصية لابد أن تحاسب، و على رأس الحرم ومحمد عبد العزيز العريفي صرح ووضح بشكل صريح ورسمي أنه الموظف ومعد الفترة والمشرف سيتم محاسبته ومعاقبته، تصل المعاقبة إلى الفصل وتصل إلى إبعاد تماما من العمل في قناة بداية أو الوصول للعمل لها. هالشيء خطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وهالشيء لابد أن يقف عند حده. ما زلنا نقول الله يغفر له ويرحمه، و
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. وبلا شك يمكن برامج الواقع تختلف عن بقية البرامج التلفزيونية لأنها برامج مباشرة فيحدث فيها الخطأ مباشرة، لكن الإدارة منذ أن خرج الخبر تداركت وخرجت الفاصل، وكنا مستائين جدا من ظهور هذا الخبر، من ظهور هذا الخبر من هذا الخطأ الشنيع. وليد صبح لكم وشيء بالخير، ونعزي أخونا إبراهيم العواد وأهله، عسى ربي يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان. بالنسبة للي حدث اليوم شيء غير مرضي تماما، وتكلمنا عنه كثير، خطأ، والقناة مثل ما تعودنا عليها أبدا ما يعنيها شيء اللي هو الخاص بتلاعب بالمشاعر والإنسانية للمتسابقين. القناة يمكن أنا عاشرت الشيء هذا قبل، كنت متسابق في الموسم الماضي لنفس البرنامج، من أشد الناس حرصا على مشاعر المتسابق بتبليغ خبر الوفاة. صارت معنا كم حالة قبل في البرنامج الماضي، القناة، مدير القناة، كلهم يكونون متواجدين في مثل هذه الحالات، يجي يبلغون المتسابق بطريقة جميلة تخفف عنه الضغط، خصوصا الأشياء هذه ما منها أي فائدة أنها تطلع على الهواء، الحجوزات الخاصة بالموضوع، ترتيب جميع الأشياء الخاصة للمتسابق إلى ما ينتهي التلاعب، والأشياء هذه أبدا ما هي من الأشياء اللي قاعدة تفكر فيها القناة. الجميل شفنا مداخلة مالك القناة الله يعطيه العافية، والقرارات اللي اتخذها قرارات سليمة، الاجتهادات الشخصية ما تكون مثل هذه المواقف. شكرا له على هذا الموضوع. محسن، يمكن كنت في وجه أو في واجهة الأمر، كنت أنت المقدم، عطني باختصار ايش اللي حدث. اول شيء نشكر ابو محمد على مداخلته وعلى استيعابه للموضوع بشكل كامل. ابو شوق، انت عارف يعني موضوع الاربيز وموضوع انه تلتزم بمشرف فقرتك ومعد فقرتك، يمكن انت تدخل الفقره ما عندك اي تفاصيل كامله، التفاصيل كلها والترتيبات كلها عند المعد لانه هو معد فقرتك. فانا دخلت الفقره بقدم البرايم بالشكل الروتيني والطبيعي، فاللي صار انه اجتهاد شخصي اعتقد، واحنا نعتذر كلنا على هذا الخطا اللي ما احنا راضين فيه ابدا. فجاني الخبر وقتها في الاربيز، انت عارف في الاربيز ما في مجال لانك تتخذ قرار او تفكر في قرارك، لانه انت مسلم قراراتك للفقره ذي كلها لمعد فقرتك، فبالتالي انت ما في مجال تفكر فيه عن صواب وخطا، انت مع الاربيز ومع المعد الفقره بالكامل. هو جاك بانه في خبر مهم نباك تعلنه، توقف عن فبالتالي نعم جاني الخبر فجاه ما مداني افكر، وهذا الشيء اكيد انه ما راح نرضى فيه لو عندنا مجال ووقت انه نفكر فيه، اكيد ان كلنا ما راح نرضى فيه. طيب كل التعازي طبعا احنا نعزي ابراهيم عواد الله يحسن عزاه ويلهمهم الصبر والسلوان، وكلنا والله يدا بيد معه مشاعر واحاسيس ودعاء صادق. ممكن بعض الاخوه يقول انه الخبر وصلكم يمكن وفاة والد إبراهيم ما كانت هنا في السعودية، فالخبر يعني استطال الأمر لين تأكدنا من الخبر حقيقة، أنه كان في بعض المغردين يقردوا في السوشيال ميديا، وصعب أنك تبلغ واحد بخبر زي كذا وأنت ما تأكدت التأكد التام. في أثناء ما كنا نتأكد اكتشفنا أو تفاجأنا أنه في أحد اجتهد على الشاشة، والشاشة عندنا ليست محل الاجتهادات الغير مبررة مثل كذا، فعشان كذا تدخل مدير القناة أو مالك القناة وأوقف المتسبب عن المسؤول اللي هو مشرف الفترة والمعد اللي باشر الموضوع، وأمر بالتحقيق معهم واستبعاد المتسبب نهائيا عن القناة، لأن هذه الأخطاء لا تغتفر أبدا. حسنت، ليه الأخطاء أخطاء تسبب يعني أشياء غير طبيعية مثل هالمشرف او هالمعد اللي اجتهد وطلع هالشيء باجتهاد شخصي منه، لابد ان يقف عند حده ويكون رادع لغيره انه اي شيء يظهر على الشاشه يكون له اليه وتفكير واشياء واضحه للاعلان عنها، سواء مثل الاخبار توعدنا في برامج سابقه انه يتم سحب المتسابق وابلاغه تحت البث لتهدئه النفس واستقبال الخبر بهدوء وتطيب النفس عند المتسابق، ثم ابلاغ المتسابقين بطريقه اخرى ايضا اسف البث او على البث، لانه الشان الاول والاخير يعني المتسابق. فاللهم لك الحمد مثل هالشيء تعودنا على قناه بدايه انه يكون صريحه وواضحه امام جمهور العريق
انه مثل هالاشياء لابد توضيح الجمهور من ناحيه عقوبات للمعد او شيء ليتم توقيف هالشيء. طيب احنا اليوم يمكن ما نقدر ناخذ تفاصيل الحلقه، بس كان واجب علينا ان نكون معكم ونبلغكم باللي حدث ونبلغكم باستياءنا عن الموقف اللي حصل، واننا جميعا لا نرضى هذا الموقف ابدا ابدا ابدا، ولا نرضى ان تستغل الشاشه باخطاء مثل هذه. لذلك استودعكم الله عز وجل، وشكرا لاستاذ محسن ووليد وعلي الغامدي، والشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، والقاكم غدا في حلقه جديده من بروفايلك.